أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية من العناوين. بغداد تتلقى رسالة اطمئنان من طهران، لا هجمات على الاحتلال الإسرائيلي من العراق. ترامب يشرع باختيار إدارته الجديدة، مديرة حملته الانتخابية سوزان ويلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض. العدوان الصهيوني على لبنان مستمر، أكثر من 60 شهيدا في البقاع وإصابات بين جنود يونيفيل. بعد تمديد فصله التشريعي شهرا، جلسة برلمانية مرتقبة الأسبوع المقبل لتمرير قوانين مهمة. أبلغت إيران العراق بعدم وجود نية لاستخدام أراضيه كقاعدة لشن هجمات على الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين الذي أوضح أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشع السوداني أجرى اتصالا مع مسؤولين إيرانيين أكدوا فيه هذا الموقف. وأعرب حسين عن أمله في أن يتمكن العراق من الحفاظ على أمنه بعيدا عن النزاعات الخارجية. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي ياسر اسكندر وتويت أن جميع الاحتمالات تبقى مطروحة فيما يخص اتفاق بغداد وواشنطن حول انسحاب قوات التحالف الدولي بما في ذلك إمكانية إلغاء هذا الاتفاق. وأوضح وتويت أن القرار يعتمد على التفاهمات بين الحكومتين العراقية والأمريكية، مشيرا إلى أن احتمالية إلغاء الاتفاق ليست بعيدة. وأكد أن المعطيات الحالية لا تزال غير معروفة، وأن القرار النهائي يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، مما يعني أن كل الخيارات مفتوحة في هذا السياق. تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالعمل على انتشار الصراع بالشرق الأوسط. الخارجية الأمريكية في بيان قالت أن الوزير أنطونيو بلينكن سيستثمر ما تبقى له من وقت لتحريك عدد من القضايا، منها وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. قال علي لاليجاني مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنه ينبغي لإيران وضع حد للاحتلال الإسرائيلي واتخاذ قرار سليم بشأن الرد على هجومها. وأضاف لاليجاني في حديثه للإعلام الإيراني أن بلاده يجب ألا تنجر إلى فخ الاحتلال وأن تتخذ خطوات عقلانية في الرد عليها، موضحا أن الصهاينة يريدون نقل التوتر إلى إيران بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم بغزة ولبنان. قرر الرئيس الإيراني مسعود بيستكيان في أول تعليق له على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من تأثير الأمر على بلاده. وقال بيستكيان أن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة لا يغير شيئا بالنسبة لطهران، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة لبلده تكمن في تطوير العلاقات مع جيرانه والدول الإسلامية على حد وصفه. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أنه لا ترامب ولا بايدن سيتمكنوا من أن يثني اليمن عن موقفه الثابت والمبدئي بشأن جبهة إسناد المقاومة في غزة. الحوثي أشار إلى أن الرؤساء الأمريكيون يتعقبون في خدمة المشروع الصهيوني، ولا خيار للأعداء سوى وقف العدوان على غزة ولبنان. نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على موقفنا المبدئي، ولا خيار للأعداء إلا وقف العدوان والحصار على غزة ووقف العدوان أيضا على لبنان. نتائج الانتخابات الأمريكية قد يحاول البعض
من الأنظمة العربية ومن الأبواق الإعلامية التابعة لها والمرتبطة بالأمريكي والإسرائيلي التهويل بها على شعوبنا والتخويف لشعوبنا من ترامب. بالنسبة لنا في اليمن، نحن لنا تجربة مع ترامب، والمنطقة بكلها لها تجربة، وقد أمضى مدة رئاسة لأربع سنوات. فما الذي حققه من نجاحات؟ حلب بعض الأنظمة العربية أخذ عليها مئات المليارات من الدولارات، أنهك اقتصادها، لكنه لم يحقق نتائج في أرض الواقع، لم يحسم الجبهات أبدا، لا جبهة اليمن، لا أنهى المقاومة في فلسطين ولا في لبنان، لم ينهي سوريا، لم ينهي إيران، لم ينهي العراق. ما الذي فعل؟ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار مديرة حملته الانتخابية سوزان ويلز لتكون كبيرة موظفي البيت الأبيض، وهو أول تعيين في إدارته المقبلة. وقال ترامب أن ويلز ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب، مؤكدا أنها ستواصل العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مجددا حسب تعبيره. في البقاع اللبناني خصوصا الشمالي، ارتكب الاحتلال مجازر ادت لاستشهاد نحو 60 لبنانيا. وبحسب وسائل الاعلام اللبنانيه فان طائرات العدو لم تغم عن سماء المنطقه وشنت ما يفوق ال 35 غاره، ادت الى تدمير بيوت المدنيين وسقط في طريقها عشرات الجرحى والجرحى المفقودين. هذا وأعلن الجيش اللبناني استشهاد وإصابة 10 أشخاص بينهم عسكريون من قوات اليونيفيل بقصف للاحتلال الصهيوني استهدف سيارة في مدينة صيدا. وذكر الجيش في بيان أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 7 عسكريين بينهم أفراد من قوات الأمم المتحدة نتيجة القصف. أعلن حزب الله استهداف قاعدة ستيلا مارياس البحرية الصهيونية شمال غرب حيفا. بيان للحزب الله ذكر أن القاعدة المستهدفة واحدة من المواقع الاستراتيجية المعدة للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، فيما ذكر بذات البيان أن الهجوم الصاروخي حقق إصابات مباشرة. أصيب عدد من الصهاينة وفقد الاتصال ببعضهم بعد اندلاع اشتباكات بينهم وبين مشجعين رياضيين هولنديين في أمستردام. جاء ذلك عقب قيام بعض الصهاينة بتمزيق علم فلسطين، مما أدى إلى تصاعد التوترات في الشوارع. أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام أحد الصهاينة بتمزيق العلم الفلسطيني، بينما تم ملاحقة آخرين من قبل المشجعين في الشوارع العامة. Haide! Hey, Len, easy. Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine, free Palestine! Thank you.
رجحت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النيابية استئناف البرلمان جلسته خلال اليومين المقبلين. النائب عن كتلة علي شداد قال أن قرار تمديد الفصل التشريعي من قبل رئيس البرلمان يأتي لإقرار عدد من القوانين المهمة، مشيرا إلى أن قرار التمديد يأتي وفق المادة 58 من الدستور العراقي. اللجنة القانونية للبرلمان من جهتها أرجعت قرار تمديد الفصل التشريعي لتنظيم عمل البرلمان وتمرير القوانين العالقة. عضو اللجنة محمد الخفاجي أوضح أن مد عمر الفصل التشريعي شهرا آخر يمنح الحكومة فرصة إضافية لإرسال قانون الموازنة الخاص بالعام 2025 والذي من المفترض أن يرسل قبل نهاية العام الحالي. أوضح تحالف نبني أن نواب القوى السنية والكردية سيصوتون لصالح قانوني الأحوال الشخصية والحشد الشعبي. وقال النائب عن التحالف معين الكاظمي أن قانون الأحوال الشخصية لم يعد جدلي بس موافقة الكثير من الجهات النيابية التي كانت معترضة في بنوده في بادئ الأمر، كما هو الحال بالنسبة لقانون الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن العفو العام لن يمرر بوجود بنود تتيح شمول الإرهابيين به. قال رئيس جبهة الحوار الوطني الصالح المطلق أن تشريع القانون العفو العام يأتي لتحقيق العدالة والإنصاف من الظلمة. المطلق خلال استضافته في برنامج من جهة الرابعة أضاف أن الكتل السياسية السنية تطالب إعادة التحقيق لمن انتزعت منه الاعترافات بالقوة. العفو العام حقيقة هو ما يحتاج إلى أقناع. الناس ماذا تبحث عن عفو عام؟ اللي يطالبون الآن بما يسمى العفو العام يريدون تحقيق العدالة في أنه شخص ظلم في مرحلة معينة من المراحل ويعتقد أنه مظلوم وأهله يعتقدون أنه مظلوم يريد يعاد التحقيق معه حول الأمور اللي انتزعت منه كاعترافات بالقوة بالإكراه، أنه يعيد التحقيق معه ويعيد محاكمته وإذا بريء يخرج وتعتذر منه المفروض على السنين اللي بقى بيها بالسجن. طيب يعني ما تطالبون به هو إعادة تحقيق؟ بدون إعادة تحقيق وإعادة محاكمة للي انتزعت الاعترافات منهم بالقوة، إما عليه آثار تعذيب واضحة عنده تقرير وين طبي آثار سري. تعذيب صار لنا 10 سنوات. المفروض أنا أكثر. لو مكان هذه الكتلة السياسية أعطي الحق لكل من يريد أن يعترض، كل من يريد يعترض يعترض، لأن الحقيقة أكو ناس، وأني يعني خليني أناشد إخواني بالكتلة السياسية، والله حرام اللي دا يصير ستعاقبون عليه أمام الله في يوم القيامة. نفى الإطار التنسيقي استهداف أي جهة سياسية في التعديل الوزاري المرتقب على كابينة السوداني، وأكد نواب في الإطار أن التغييرات ستجري في الأيام القادمة وستشمل الوزراء الذين تم تسجيل ملاحظات على أدائهم دون أن تربط مكونا أو حزب معين، مؤكدين وجود شد وجذب من بعض الأطراف السياسية حول موضوع الاستبدال الوزاري. رغم تشكيل حكومتها المحلية ما تزال الخلافات السياسية تتسيد المشهد في مجلس كركوك بسبب المقاطعين والتلويح بإقالتهم بمخرجات قانونية. ماهية هذه المخرجات وتداعيات الفوضى السياسية بالمدينة؟ رصدها مراسلنا هناك مهند التميمي في هذا التقرير. استمرار الأعضاء المقاطعين لجلسات مجلس محافظة كركوك زادت من حدة الخطاب المتشنج وامتعاضهم من كيفية إدارة الجلسات. على رئاسة المجلس يجب أن تغير سياسة تجاه الأعضاء. إحنا اليوم 16 اللي انتخبونا الجمهور نمثل كل الشارع الكركوكلي. حتى بدأ التلويح بتوجيه الإنذار لبيان أسباب المقاطعة بشكلها القانوني، الأمر الذي يراه مراقبون موجباً للتهدئة وعدم الإسراع باتخاذ قرارات قد تكون سبباً للوصول إلى مرحلة الاحتقان السياسي.
كركوك تحتاج إلى أسلوب الترغيب لباقي الأعضاء، على اعتبار أن هناك مواقف سياسية فيما بين الكتل السياسية، وينعكس هذا الأمر على المكونات. لذلك نتمنى على السيد رئيس المجلس وأعضاء الحكومة المشاركين استخدام وسائل لدعوة أعضاء المجلس والانتقال من مرحلة المقاطعة إلى مرحلة المعارضة. كل هذه الإجراءات تنعكس سلبا على المواطن الكركوكلي الذي ينتظر الخدمات، والذي ينتظر من الحكومة المحلية والمجلس المحلي إعمار لهذه المدينة. وعلى حد قول قانونيين، فإن الأعضاء المقاطعين قد وقعوا في فخ قانوني ربما سينتج عنه إقالتهم بعد جلسة الاستجواب أو اقتناع المجلس بالأسباب القانونية للمقاطعة. يعد عضو مجلس المحافظة مقالا في حالة غيابه لمدة 4 جلسات متتالية. في هذه الحالة يستطيع عضو مجلس رئيس مجلس المحافظة أن يوجه إنذار خلال 7 أيام بعقد جلسة ودعوة عضو مجلس المحافظة للاستفسار عنه عن سبب الغياب المتتالي. وأنا أعتقد أنه الأعضاء المقاطعين قد وقعوا بالفخ القانوني، وهو فخ خطير جدا، وسيتم التصويت على إقالتهم، وهذا ما يهدف إليه أعضاء مجلس المحافظة الغير مقاطعين. ويبدو أن الفوضى السياسية والإدارية في كركوك لربما ستتسع بسبب آلية الانعقاد والتشكيل للحكومة المحلية، ووصولها لمرحلة الإنذار للمقاطعين ستكون ذات أبعاد مقلقة يقول مراقبون. من كركوك مهند التميمي، الرابعة. كشف المدير العام لشركة العامة للموانئ فرحان الفردوسي عن إنجاز الشركة الكورية جميع أرصفة ميناء الفاو في الربع الأخير من العام المقبل. الفردوسي وفي حديثه للرابعة أشار إلى أن الأرصفة الخمسة التي تم تسلمها الأمس سيتبعها مشروع ساحة الحاويات، ومن ثم الطريق الرئيس، ورابعا النفق المغمور، وخامسا القناة الملاحية. التحتية الخامسة بعد ما أعلن دولة رئيس وزراء العراق هذا اليوم السيد محمد الشاع السوداني عن استلام المشروع الأول المتمثل بالأرصفة الخمسة، تبقى لنا 4 مشاريع. هذه المشاريع هناك جدول زمني لانتهائها، في آخر مشروع سوف يتم استلامه في الربع الأخير من العام القادم، وبالتالي تصبح هذه المشاريع مهيئة بالكامل أو يهيئ ويكمل أحدهما الآخر حتى تصبح شبكة متكاملة لغرض البدء بتشغيل مشروع ميناء الفاو. وبالتالي اليوم حينما نعلن عن استكمال أول مشروع من المشاريع وحسب الجدول الزمني المعدلة، هذا يعني أن الحكومة جادة والشركة جادة والوزارة جادة بتنفيذ هذا المشروع. في السياق ذاتها، أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية أن مشاريع الأرصفة بميناء الفاو الكبير ستنجز حسب الجدول الزمني لها خلال العام المقبل. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري أن نسب الإنجاز في الطريق الرابط بين ميناء الفاو وطريق أم قصر صفوان وصلت إلى 98%، موضحة أن نهاية العام 2025 ستشهد إنجاز المشاريع الموقعة مع شركة داي الكورية في ميناء الفاو. أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن عدد المستخدمين للخدمات المالية الإلكترونية في العراق تجاوز 20 مليونا بكل أنواع البطاقات أو الحسابات التي يستخدمها المواطنون، موضحا في مقابلة صحفية أن البنك المركزي يحاول أن يفتح كل القنوات الممكنة للحصول المواطن على الدولار، مشيرا إلى أن فتح قنوات بالتحويلات مع الهند وتركيا والصين بعملات تلك الدول هو ليس بديلا أو ليس بديلا عن الدولار. تسعى الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية من أجل تنويع مصادر تمويل الموازنة الاتحادية من خلال تشجيع القطاع الخاص وتفعيل الاستثمارات والأتمتة الإلكترونية. تفاصيل أكثر في تقرير أحمد ليث.
الاعتماد على النفط في هذه الفترة التي تشهد أحداثا مربكة بالمنطقة، اتجهت الحكومة إلى توسيع مصادر تمويل الموازنة الاتحادية عن طريق تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية بكل المجالات، سعيا لتوفير تعددية مالية احتياطية لاقتصاد البلد. العراق اعتاد على النفط وتسويق النفط وتعيين موظفين، ونسى عملية جدا مهمة هي عملية التنمية والعملية الاقتصادية وعملية توزيع الثروة العادلة بين الناس. حقيقة بعد حكومة السوداني صارت هيك إجراءات بسيطة، أنه الدولة اهتمت في القطاع الخاص وتحاول يعني تتجه أن تهتم بالقطاع الخاص وتهتم بالمشاريع وتهتم بالمشاريع الصناعية. الضرائب والاستثمار والأتمتة الإلكترونية وتنشيط القطاع الخاص وغيرها الكثير هو ما لجأت إلى تفعيله الحكومة في خطة إسناد النفط لتغذية موازنة البلد بالسيولة المالية التي باستطاعتها أن تغطي حجم العجز في الإنفاق دون الحاجة إلى مقترح الاقتراض. يعني موازنة في العراق موازنة جدا تساهم في بناء البلد، لكن تواجه تحديات جدا صعبة. هذه التحديات ان 90% من الموازنة العراقية هي على المنتوج النفطي، وهذا خطر. باقي البلدان اكثر من 70% هي معتمدة على ايرادات البلد غير النفطية، فيجب الاهتمام في تعظيم الواردات والسيطرة على المنافذ الحدودية وكذلك العقارات الموجودة في العراق في اللا تابعة لوزارة المالية. الذهاب إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة الاتحادية من دون الاعتماد على النفط فقط هو ما يركز عليه اقتصاديون في هذه المرحلة التي تتطلب تعزيز اقتصاد البلد بموارد متعددة. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. إلى أكثر من 97% وصلت نسبة إنجاز الحصر والتقييم الخاص بالتعداد السكاني في نينوى، مخاوف ضم سكان المناطق المتنزع عليها وما يقدمه التعداد من بيانات ضرورية نتابعها مع مراسلنا في الموصل عمر القاسم في هذا التقرير. بعد توقف دام لمدة 27 عاما يستعد العراق لانطلاق فعاليات التعداد السكاني. هنا في محافظة نينوى وصلت نسبة إنجاز الحصر والترقيم أكثر من 97%. يقول مدير إحصاء نينوى بأن التعداد سيشمل السلع المعمرة والهواتف الذكية والسيارات وغيرها من الأشياء التي تستخدمها الأسر العراقية. سنباشر إن شاء الله في يوم 15/11 بأعمال المرحلة الأولى من عد السكان من خلال ملئ سجل الأسرة، وصولا إلى يوم العد في 2021 لملأ التغييرات الحياتية، ومن ثم المباشرة بعدها بملأ خصائص الأفراد على مستوى التعليم والعمل والصحة والخدمات المقدمة لكل وحدة سكنية. الإجابة راح تكون عن وجود هذه السلعة أو من عدم وجودها. بالتالي من مثلا لو كان السؤال عن السيارة فراح نعرف هناك وسيلة لنقل المواطن، السؤال عن التلفزيون هي وسيلة للترفيه. التخوف من ضم سكان المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان، والذي أثير مؤخرا من قبل نائبة في البرلمان العراقي، يوضح ملابساته محافظ نينوى في مؤتمر صحفي أكد خلاله بأن تعاونا حصل بين وزارتي التخطيط الاتحادية والكردية من أجل تسهيل عملية التعداد السكاني فقط. لدينا الآن فرق الجوالة إن شاء الله ستكمل عملها خلال اليومين القادمين، متواجدة في قرى فايدة وقرى الشيخان، وهذا جاء بالتنسيق مع بين وزارتي التخطيط العراقية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان. الذي يريد أن يتساءل ما هي الضمانات، الإجابة كالآتي: إن عملية الحصر والترقيم هي تسبق عملية التعداد العام، وبالتالي كل الحصر هو ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى. وتنطلق فعاليات التعداد السكاني في العشرين من الشهر الجاري بعموم مناطق العراق. التعداد يقدم بيانات دقيقة عن عدد السكان وكثافة توزيعهم، ما يوفر بيانات ضرورية لدعم الاقتصاد وغيرها من الملفات. من الموصل عمر القاسم، الرابعة.
تستضيف العاصمة بغداد مجلس وزراء الصحة العرب خلال شهر كانون الأول المقبل، وترأس وزيرة الصحة العراقي أو ترأس وزير الصحة العراقي صالح الحسلاوي اجتماعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدورة 61 الخاصة بهذا المؤتمر، مؤكدا أهمية هذا الملف في تعزيز أواصر التعاون العربي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجه المنطقة. أعلنت مستشفى رؤوف بك في منطقة شارزور في حلبجة ارتفاع حصيلة المصابين بحالات الإسهال الحادة نتيجة تلوث المياه إلى 1400، وقالت مديرة المستشفى سارة عمر أن المياه الملوثة اختلط بالمياه الشرب نتيجة ثقوب في الأنابيب ما تسبب بانتشار واسع للإصابات، مضيفة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى وأن الوضع الحالي تحت السيطرة. سحب دخانية وملوثات بيئية، هكذا هو الحال في سماء كربلاء المقدسة نتيجة حرق النفايات قرب الأحياء السكنية. تداعيات الأمر على المواطنين وتبريرات بلدية المحافظة نقلها لنا مراسلنا هناك علي خالد عبر هذا التقرير. في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمعالجة أزمة التلوث البيئي ومحاولات العد منها، تغطي سماء مدينة كربلاء المقدسة سحب دخانية نتيجة حرق النفايات داخل الأحياء السكنية ما تسبب بأمراض تنفسية للقاطنين هنا. الحرق المتواصل للنفايات داخل الأحياء السكنية يسبب اختناقاً يومياً خصوصاً في أوقات الليل، وذلك لغياب مواقع طمر النفايات، فتحولت تلك المناطق إلى مواقع طمر غير صحي ومصدر من مصادر جذب الأمراض والأوبئة. حي موزع طابو صريف، وهذا مزعمو اليوم ومسكون الحي، سان سكن قاعد تنذب النفايات بالليل تحترق بالليل، انت تقعد الصبح تلقى الدخان من كل جهه. حتى اكو نفايات جايه من المستشفى سواء المستشفيات الاهليه او الحكوميه يلقونها هنا من سيارات الكابسات. مديريه بلديه كربلاء المقدسه تتهم المواطن بعدم الالتزام ورمي النفايات في الشوارع والساحات العامه وحرقها ليلا، فيما اكدت انها ماضيه بانشاء محطات وسطيه وموقع جديد للطمر الصحي ضمن خطتها الخمسيه المستقبليه. إنشاء محطات وسطية عدد 2 مع بعد تحديد موقع التمر الصحي بدأنا بإعداد الدراسة والتصاميم الخاصة بذلك. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه أكو بعض الناس اللي غير ملتزمة والغير منضبطة، يعني الرمي العشوائي للنفايات. ولا تزال مدينة كربلاء المقدسة تفتقر إلى معمل لتدوير النفايات والاستفادة منها كثروة اقتصادية، بالإضافة إلى غياب أماكن الطمر الصحي، بالرغم من الكميات الهائلة من النفايات التي تفرزها المدينة المقدسة سنوياً وخاصة في مواسم الزيارات المليونية. علي خالد، قناة الرابعة، كربلاء المقدسة. خرائط جديدة قدمها باحثون لترسيم حدود موقع سامراء الأثري على نحو دقيق ضمن مساعي حماية المواقع الأثرية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتابعها مع الزميل أبو طالب البحية في هذا التقرير. عقدت في أربيل ورشة عمل تقنية حضرها مختصون في علم الأثر، والهدف سامراء، فمن المرقدين العسكريين إلى قصر العاشق لمالويتها، قدم الباحثون في شؤونها الأثرية خريطة جديدة لأوابدها في محاولة لترسيم حدود موقع سامراء الأثري على نحو دقيق. اليوم عقد ورشة برعاية محافظة صلاح الدين واليونسكو والهيئة العامة للآثار حول إعادة ترسيم الحدود في سامراء، الحدود الأثرية. المنطقة العازلة هي الحمراء والصفراء والخضراء، وأيضا عدينا مشروعين هي إعادة ترسيم الحدود مبالغها هي أيضا من المحافظة من العاصمة، وكذلك إعادة تأهيل المناطق الأثرية.
مدينة سامراء أدرجت عام 2007 ضمن لائحة التراث العالمي كموقع تراث عالمي يحتوي على قيم استثنائية كبيرة، وهذه القيم الاستثنائية الكبيرة لها تأثير على كل الحضارات اللي موجودة في العالم. هناك مشاكل وهناك أخطاء فنية بصراحة كانت موجودة بالإدراج. وفي سعي الرابعة للإضاءة على الجهود الأممية التي تبذل لإعادة تعريف مدينة سامراء في سجل التراث العالمي، قدم ممثل اليونسكو في العراق تصريحه بهذا الشأن. من جانبنا نحن في اليونسكو نقدم للعراق وعبر شراكتنا مع الجهات ذات الصلة التوجيه الفنية والمشهورة، إن نتائج هذه الورشة إيجابية للغاية. نحن سعداء لسبب تخصيص التمويل والدعم من قبل وزارة الثقافة العراقية ومحافظة صلاح الدين لدعم إعداد خطة إدارة موقع سامراء التراثي ومعالجة العديد من التحديات التي تواجه المنطقة هنا. مخرجات الورشة من خرائط وترسيم حدود ومسح جيولوجي وتاريخي سيسهم في الجهود السياسية والتقنية الرامية لوضع مدينة سامراء في مكانتها الدولية التي تستحق. من أربيل، أبو طالب البحية، الرابعة. قبل ختام نشرة، تذكير بأبرز العناوين. بغداد تتلقى رسالة طمأنة من طهران، لا هجمة على الاحتلال الإسرائيلي من العراق. ترامب يشرع باختيار إدارته الجديدة، مديرة حملته الانتخابية سوزان ويلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض. العدوان الصهيوني على لبنان مستمر، أكثر من 60 شهيدا في البقاع وإصابة بين جنود يونيفيل. بعد تمديد فصله التشريعي شهرا، جلسة برلمانية مرتقبة الأسبوع المقبل لتمرير قوانين مهمة. نشرة منتصف النهار انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.